باسم مولينيكس. هذا الشخص هذا الذي أثار ضجة وأثر رعبا وسط الأوساط المغربية الذين يعني يحتجون والذين يتخوفون على فلذات أكبادهم المراهقين والشباب الذين يعتبرون من أكبر متتبعي هذا الشخص المشتكى به. فتقدمت هذه الجمعية إلى مكتبي وطلبت مني أن أتقدم بشكاية، وهو الأمر الذي كان هذا الصباح أمام رئاسة النيابة العامة. استقبلني قاض بعدما وضعت الشكاية وضمنتها مجمل الجرائم التي يرتكبها هذا الشخص. إذا كنا في دولة الحق والقانون فإن القانون الجنائي المغربي ينص في المادة 489 على أن الشذوذ الجنسي أو ممارسة الجنس مع نفس أو مع شخص من نفس جنسك هو جريمة تسمى الشذوذ الجنسي وعاقبة عليها بعقوبة تصل إلى 6 سنوات. ثم أن هذا الشخص يسب المغاربة ويسب الأمهات المغربيات وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر. ثم أن هذا الشخص يخرج بملابس نسائية ويحرك مؤخرته ويسب بالكلام النبي، وهذا منص عليه المشرع المغربي في المادة 483 القانون الجنائي على أنه إخلال علني بالحياة. ثم أن هذا الشخص في تصريح يعني سابق قال بأنه لو كان رئيسا لفرنسا لا قام بهدم المساجد ولا قام بطرد المسلمين المقيمين في فرنسا. هذا الفعل سماه المشرع المغربي بازدراء الأديان، لأن المسجد هو رمز للقدسية ورمز للدين الإسلامي الحنيف، وعندما تهدد به أو تتهجم على المسجد فإنك تهجمت على الدين الإسلامي، وإذا تهجمت على الدين الإسلامي فقد أسأت لهذا الدين، وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 267(2) من القانون الجنائي حينما قال أنه من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى جلالة الملك فإنه يعاقب بعقوبة جنحية. إذن هذه هي مجمل الجرائم، والنيابة العامة إذا ما قررت فتح تحقيق في الموضوع فإنها لا شك ستصل إلى المزيد من الجرائم التي يرتكب هذا الشخص، والذي يحضر إلى المغرب بوجه مكشوف ويتحدى المغاربة وكأننا كأنه دخل. حضرتني واحد الكلمة ولكن ما بغيتش نقولها، ولكن ركين الرجال في هذه البلاد هذا وكاين القانون في هذه البلاد هذا. هذه قامت بما يجب القيام به، وأنا كدفاع قمت بما يجب القيام به، وأنتم كصحافة عندما جئتم قمتم بما يجب القيام به، وعلى الرئاسة النيابة العامة أن تقوم بما يجب القيام به لوضع حد لهذا الشخص الذي له أن يفعل في مؤخرته ما شاء، هذاك سوقه، ولكن ويتسلل ويندس بيننا ثم نسمح له، فهذا أمر لن نقبل به. حياته الخاصة يفعل بها ما يشاء، ولكن هاد القاصرين هما ضحايا ديال هاد الشخص هذا.